بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في سلسلة أفلام CCNA سيسكو سيرتيفايد نتورك أسوشيت، مستعينين بقوله سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. مقدمه لكم أخوكم محمد سمير على ما في سلسلة الأفلام التي يقدمها لكم موقعكم المتميز دائما www.arabhardware.net. أقول لكم وحشتوني من اللقاء اللي فات، أتمنى أن يكون الأسئلة، أنا شايف أن مردود الأسئلة عجبكم. أنا فعلا أنا متشوق أكتر منكم أن احنا نحل بعد كل جزء أسئلة. أنا أتمنى أن سلسلة الأفلام بتاع CCNA، ولو هنكمل CCNB، تكون سلسلة متميزة جدا ويطلع على أفضل وجه، ان نطلع ناخد جزء بالاسئله بتاعته، وان شاء الله لو خلصنا ممكن نحل تيست كين كله او باص فور شور كله، تمام، وعلى اساس ان هي تكون على افضل ما يكون. طيب، وتكلمنا في الحلقه الماضيه في تحويل من باينري تو ديسمال ومن ديسمال تو باينري، وكنت انا ما تكلمتش للاسف من الهيكسا تو ديسمال ومن ديسمال تو هيكسا، واوعدكم ان شاء الله ان احنا كده كده هنتكلم عليها قريب. ما تنسوش ان احنا مش هنتكلم كمان على اي بي فيرجن 6 اللي هو الضاف جديد في الكورس بتاع 640 802. حلقه النهارده بالذات حلقه مهمه جدا جدا جدا، بل انا بعتبرها تقريبا من اهم الحلقات اللي موجودة في كورس CCNA كله، او ممكن تقول دي من اهم الحلقات اللي موجودة في كورس النتورك كله CCNA فما بعد. ليه؟ لان هي بتبني عليها. احنا هنتكلم النهاردة على الاي بي ادرسنج، والاي بي ادرسنج ده هتتبني عليها النتورك كلها، فمش معقول ان ابدا ان احنا واحد يخلص كورس CCNA ومش فاهم يعني ايه اي بي ادرسنج. حزني جدا ان واحد حضر كورس وفهم الكورس كويس وكان جاي بيقول لي على فكره انا فاهم CCNA كلها ما عدا الاي بي ادرسنج. طبعا ما ينفعش خالص. قلت له ببساطه جدا انت ما انتش عارف يعني ايه CCNA، تمام. فاحنا نتمنى ان احنا نفهم درس النهارده. بقول لك ممكن توقف حالا الدرس دلوقتي، تروح تعمل لك كوبايه نسكافيه كويس او كوبايه شاي وترجع مره تانية، علشان عايزك مركز جدا جدا. انت وعدتني من الحلقه اللي فاتت ان انت تكون مراجع جدول الضرب. عملت ايه؟ بتحول كويس من باينري تو ديسمال ومن ديسمال تو باينري، يعني مش هتوقفني في الشرح المره دي ولا هترجع تقول لي يا باشمهندس انت الرقم ده جبته منين؟ ما تقلقش، هي عمليه عايزه تدريب واحده واحده، هتلاقي نفسك سريع كويس قوي. اوعى يكون ان تفاوت الحلقات ديت بيخليك مش بتراجع او بتنسى. كل فتره امسك حلقه فيديو بسرعه كده وانت بتاكل ولا وانت قاعد تتفرج عليها تراجع. عايزين احنا نخلص الامتحان، لو خلصناه النهارده اول ما نقول احنا كده خلصنا الامتحان والاسئله، افاجئ ان كل اللي بيسمعوا الكورس دوت في خلال اسبوع او اسبوعين كلهم هجموا على شاشه بارتنر في كل حته. كلهم عايزين يحجزوا امتحان السيرتيفايد ويجوا يبشرونا مره ثانيه في المنتدى، وانا بكون اسعد بكل واحد يقدر ان هو يبقى سيرتيفايد جديد، يمكن فرحه زي فرحته او يمكن اكتر، لان بعتقد ان هو نجاح ليا انا شخصيا، وانا بسعد بذلك جدا. طيب، النهارده ان شاء الله هنبدا الكورس. انا المره اللي فاتت زي ما قلت لكم يمكن سلايدز بتاع سيسكو كانت قليله قوي في الاي بي ادرسنج، شايفها 5 6 سلايد، فانا عملت لكم سلايد جديد وعملتها له ابيض عشان الناس اللي ما بتحبش الالوان الغامقه، خليتها بيضة خالص اهوت، وحاولت ان انا نغطي فعلا الجزء دوت بتركيز شديد بسلايدز كتير قوي بامثله كتير عشان نفهم. بس هطلب منك طلب صغير صغير جدا، اوعى وانت بتسمع، تمام، تقول هو عايز يوصل لايه او عايز يعمل ايه. احنا هنبدا الموضوع دوت كاننا بنبني هرم، تمام. فانا هقعد شويه اقول مقدمه مقدمه مقدمه، هدي شويه مقدمات، تمام. في الاخر خالص هشرح الاي بي ادرسنج في 5 دقايق. ما تستغربش ان المقدمات دي ممكن تقعد ساعه الا ربع. انا قصدي ايه؟ انا قصدي ان المقدمه اللي انا بقولها لك ديت ممكن يكون لسه في دماغك تساؤلات، هو عايز يقول ايه؟ هو نفسه، طب انا مش فاهم، طب يعني الاي بي ادرسنج اللي انا بحطه في الجهاز بتاعي لا، او واحد تاني يقول لا 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 مش هو دوت اللي انا عارف في الاي بي ادرسنج غير كده. اصبر عليا لاخر الحلقه، كل التساؤلات اللي نفسك فيها هتلاقينا جاوبنا عليها كلها، بس رجاء اصبر عليا لما اخلص.
مش بس كده، انا عارف ان الاي بي ادريسنج محتاج تدريب كتير، فانا يمكن هخلي حلقه كامله كويتشن لحل اسئله الاي بي ادريسنج. انا عارف ان انتوا بتقولوا احنا ما كناش عارفين ان كور سي سي ان ايه، كل نظري كده، ده احنا كنا فاكرين في عمل كتير. خلاص يا عم، اخر مره نقعد نشرح نظري، وان شاء الله بعد الكويتشن بتاعه الاي بي ادريسنج هنعمل لاب ظريف قوي كده، نقعد نتعرف على الاي او اس، او هنقعد نتعرف على اجهزه سيسكو، ونقعد شويه كده ناخد كوماند خفيفه. مش هناخد لاب يعني، لاب احنا لسه ما خدناش حاجه ناخد عليها لاب، بس يعني زي اللي لسه بيتعلم سواقه. هقعد اقول لك على فكره ده دريكسيون، دي فرامل، اوعى تكون ده بنزين، اوعى تكون عايز تقف وتدوس على البنزين هتلاقيك دخلت من اللي قدامك. لا، ده المفروض لما تبقى عايز تسرع. يعني هنبدا نتعلم واحده واحده مبادئ التعامل مع اجهزه سيسكو، وبعد كده ناخد الجزء ونطبقه عملي على طول. طيب نبدا ان شاء الله، وكما تعودنا ان احنا نبدا بدعاء، نسال الله عز وجل ان يبارك لنا ويرحمنا ويغفر لنا ويجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، نساله سبحانه وتعالى ان يبسط علينا من بركاته ورحمته وفضله ورزقه، انه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وسبحانك سبحانك تجعل الحزن إن شئت سهلة. اللهم إنا نبتهل إليك بضعفنا وفقرنا وعوزنا إليك، ونسألك من فضلك إنك أنت الجواد الكريم. ثم أما بعد، Introducing IP Addresses. قبل ما نبدأ في الـ IP Address وأقول إيه هو الـ IP Address، كان تساؤل هو إحنا ليه هندرس أصلا الـ IP Address؟ تمام؟ يعني ايه الاي بي ادريس؟ ببساطه جدا، انا عندي نتورك ظريفه. تعالوا بقى نجيب القلم بتاعنا اللي متعودين نجيبه كل مره، وبيروح فين؟ نجيب قلم وبعد كده نلونه بلون كورس اي سي دي اللي على الماشي اهو نقول مثلا ايه، احمر كويس. طيب احنا عندنا نتورك زي النتورك اللي قدامنا ديت، ادي راوتر وادي راوتر وادي راوتر. النتورك ديت كل جزء، يعني الجزء مثلا ده جزء هياخد اي بي. طب ليه خد اي بي؟ الاي بي دوت علشان يبقى ليك عنوان. مش انا لو جيت ابعت لك، انا عايز ابعت لك جواب، حلو، ممكن يبقى انت ليك عنوان، العنوان دوت لحد تاني. يعني انا عايز اكلمك انت، انا عايز اتصل بيك على التليفون، هرفع السماعه واتصل على التليفون، ممكن يرد عليا جارك؟ لا. ليه؟ لان نمره التليفون الاي دي بتاعك في مجال التليفونات لازم يكون يونيك. يعني ايه يونيك؟ يونيك يعني فريد، يعني ما يتكررش تاني. يبقى هي برضو كده، كل نود، كل جزء في النتورك بتاعنا ليه اي بي ادرس. الاي بي ادرس ده هو عنوانه في النتورك، هو اللي اي حد عايز يكلمه بيتكلم من خلال الاي بي ادرسنج. الاي بي ادرس دوت بيبقى سورس وديستنيشن. يعني ايه سورس؟ يعني نفرض ان 10 13 واحد ده عايز يكلم 172 16 0 1، عايز يبعت ترافيك هنا، او عايز يكلم 192 168 1 1، عايز يبعت ترافيك للبوينت دوت، يبقى ده السورس بتاع الداتا بتاعي وده الديستنيشن. حلو كده. يبقى اي داتا بتتبعت، اي داتا لازم يكون معاها سورس ادريس و ديستنيشن ادريس. ايه يعني ايه سورس ادريس؟ مين اللي بعت الداتا دي؟ يعني ايه ديستنيشن ادريس؟ مين ده؟ هيدر. الهيدر بقى دوت اللي احنا شفنا بقى الهيدر اللي هو تي سي بي والحاجات، ده الهيدر بتاعنا، وادي الداتا لازم يكون معاها سورس ادريس، مين اللي بعت الادريس ده.